يعني تكون الدراسة فيها شكل كبير من أشكال الروتين، أحيانا بيكون نوعا ما كده مثلا قد بيصيبنا بالملل، أو في شكل مثلا من أشكال أنه أحيانا بتكون ما عندنا رغبة في أنه يعني نواصل في الروتين ده كده بشكله أن احنا بنشوفه كل يوم، مرات بتكون في رغبة في التغيير، في أنك تتغير في الروتين. لكن عموما كده نحن عندنا ارتباط جميل جدا بالمدارس اللي احنا درسنا فيها، والدفعة اللي كانت معانا، ويعني وكيف حياتنا كانت في المدرسة دي كده، أشياء كثيرة جدا وذكريات كثيرة جدا مرتبطة بأي شخص والمدارس اللي هو درس فيها. اليوم نحن هنتكلم عن مجموعة مدارس الواصل تحديدا، يعني طالبتين جميلات كده معنا اليوم في الاستوديو، هم موجودات معنا من مدارس الواصل، هنتكلم معهم في تفاصيل كثيرة جدا عن المدرسة وعلاقتهم بها. في البداية أرحب بك يا مأب عادل السيد، صباح الخير. صباح النور، كيف أصبحتي؟ تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله. وكمان أرحب بأمني، أمني رفعت، صباح الخير. أهلين، صباح النور. كيف أصبحتي؟ أنت كويسة؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله. طيب في البداية ورونا أنت في مستوى كم يا مأب؟ أنا في الصف الثالث علمي. بالتحديد الأحياء. ثالث علم أحياء. متخصصي متخصص أحياء يا ناس. إن شاء الله. ثالث علمي. وأمنية؟ برضو علمي أحياء. برضو انتوا الاثنين في فصل واحد يعني؟ أيوة. دفعة واحدة؟ أيوة. طيب كويس جميل، معناه انتوا حتتكلموا لنا بطريقة جميلة جدا في حوارنا ده. المدارس الواصل انتوا جداد فيها يعني؟ ما بنتي متى خشيتي مدرسة الواصل؟ أنا بدأت في مدرسة الواصل من الكورس الصيفي في بداية السنة دي، في لا هو بالتحديد في 2022 قريت معهم الكورس الصيفي ودخلت المدرسة. أمنية؟ برضو بدأت من الكورس الصيفي واستمريت معهم. ما شاء الله انت بتبدي سوا وماشي سوا وكلها تمام. أيوة. والنهاية سوا. طيب كويس جميل. عندكم يعني علاقتكم بالمدرسة كيف؟ الإحساس بتاع الانتماء كده، أو يعني حبكم للمدرسة كده، يعني كلميني عن علاقتك بالمدرسة. أول حاجة أخذنا انطباع كويس عن المدرسة من بداية الكورس الصيفي ولحد الآن، يعني ممكن نقول انه المدرسه امنا الثانيه وبيتنا الثاني اللي بنرتاح فيه. انت اخترتي يعني مدارس الواصل دي ولا قبل ما تنضمي لها سمعتي عنها وحبيت وما انا بالتحديد بعد انضميت للمدرسه حبيت المدرسه، فعشان كده حبيت انزل فيها. فنزلت عشان اواصل السنه دي. جميل. امنيه؟ انا كنت بسمع عن مدرسه الواصل، يعني بيقولوا مدرسه كويسه شديد كده، قلت اجرب. دخلت معاهم الكورس الصيفي وما كان عندي اني يعني انزل معاهم وكده، بعد ما شفت المعامله اللي بيعملونا ليها يعني، واجتهادهم معاني يعني اجتهاد حقيقي، اجتهاد شديد يعني قوي. فحبيت المدرسه، نزلت معاهم كده. طيب جميل. يعني في البدايه بس كانت الفكره في انك تقري معانا الكورس الصيفي. أيوة. بس كنت دايره اجرب اقرا الكورس الصيفي وكان نزلت معاهم. طيب يعني ما حسيت انه ما انت انضميتي للمدرسه كده، هل يعني في تغيير اكاديمي كان على المستوى الاكاديمي في 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 يعني من بدايه العام لحد هسه؟ ايوه لاحظت الحاجه دي شديد من اول، من بدايتنا في الكورس الصيفي لاحظت انه في انضباط، في حماس للدراسه كده. فلما نزلت المدرسه لاحظت انه بجد الحاجه دي كان موجوده، يعني ما كان مجرد احساس من الاول في الكورس، لا بجد حاجه كان موجوده في المدرسه من الدعم اللي بيقدمه لنا الاساتذه والمشرفين وكل من حوالين، يعني البيئة الإيجابية الموجودة في المدرسة دي الحاجة بتحببنا فيها. يعني في تغيير في المستوى الأكاديمي كده مما بديته في يعني في الواصل أنت ما بتكون مجبور على القراءة، أنت بتكون حابب القراءة، يعني بتحس إنه كل الإصطاب بتاع المدرسة من مدير لمشرفين لمعلمين كلهم واقفين عشانك أنت كفردي بس، إنه واقفين عشانك دايرينك أنت تمشي لقدام، شايفين قلبهم عليك أكثر من نفسك، يعني شايفينك انت بس كده دايرينك تمشي كده. دي جمله كبيره يا ابني كده، انه انت ما مجبور على الدراسه، ما مجبور، بتكون حابي حابي القرايه شديد. جميل جميل جدا. طيب يعني التاثير والتغيير ده ممكن يعني امتد مثلا طلع من المدرسه مشى لجوانب ثانيه في 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 حياتكم مثلا في البيت كده، شنو اللي بتشيلوه معاكم من المدرسه للبيت؟ كميه الطاقه الايجابيه اللي بنلقاها في المدرسه ممكن اكثر حاجه بنشيلها من المدرسه واحنا راجعين البيت. بجد الزول هو احنا كممتحنين في الاول بتمشي المدرسه متوتر وبتقرا ويوم مسحوم وبتكون راجع البيت ما عارف تقرا شنو، لكن احنا في المدرسه لا احنا بتكون راجع البيت وانت عارف هدفك شنو، انه انت عايز تنجح، لان انت بتقرا في الواصل بتلقى الدعم وبتلقى الطاقه الايجابيه وبتلقى كل الدوافع اللي بتخليك تمشي لقدام، بتحفزك انه انت لما ترجع البيت تمسك الكتاب وتقرا، لانه كميه الدعم اللي لاقيها في المدرسه بجد بتخليك تحب القرايه.
جميل. يعني ده شكل من اشكال الانضباط الاكاديمي كده يعني. يعني الشكل بتاع الانضباط ذاته في المدرسه ده انت بتاخديه معاك البيت يعني يوميا؟ ايوه ايوه. يعني انت عارفين ضغط الثالثه وتوتر وكذا شديد، تجي المدرسه بتكون خلاص وقفت، لا انا ما حاكمل حاجيف. تلقى كل الناس لا حتقدر حتواصل، كل الناس تديك دافع، فما في سبب ثاني بوقفك. يعني بترجع البيت بتقول لا انا في ناس وراي، انا في ناس دعمني، انا في مدرسه بحاله واقفه معي، بتكون حابة الموضوع وبتقدر تقرأ. يعني في كل مرة كده في لحظات بتاع الضعف كده بتلقوا زول بيدعم؟ طبعا طبعا دائما، زول بيديكم يعني إيجابية كده. أيوه دائما، بالذات الضغط بتاعت القراية وكده تلقى الناس كلهم وراك واقفين معاك، فأنت ما بحاجة بتخليك. جميل. طيب نتكلم عن النشاطات في المدرسة، يعني في 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 مدرسة الواصل النشاطات عموما بيكون شكلها كيف؟ النشاطات عموما هي في حدود، احنا كممتحنين احنا في حدود قرايه لانه احنا محتاجين الحاجه دي. لكن كدام يعني في بدايه السنه كذا كنا بنخطط لرحلات وبنطلع وكذا عشان بدون دافع طاقه ايجابيه من بدايه السنه انه نتقدم بها لقدام. ده في بدايه السنه؟ كان في بدايه السنه. وحاليا حتى السنه ماشيه متطوره برضو، لسه بدون تحفيز وبدون دعم عشان نواصل، لانه الزول بحس كده بنفسه مضغوط او ما قادر يقرا او ما قادر يعمل اي حاجه، فلا انت بتحس انه الناس دي دعم منك، انه انت لازم تمشي لقدام عشان ما تخذلهم، عشان هم دائما واقفين وراك وبيدعموك. جميل كده. امنيه نشاطاتك جوا المدرسه ذاتها، جوا مدرسه الواصل؟ صح بيضغطونا وكذا، لكن في النهايه لما يحسونا جبنا اخرنا خلاص وقينا ما قادرين فبقوموا يلا بيعملوا لنا برامج ثقافيه. في متابعه شديده يعني؟ شديد شديد. الحاله النفسيه واصله لوين كذا؟ والمستوى التالي ده يعني مهم جدا، يعني داري تخلي دي هو انت بعدك بتحدد تخصصكم شنو انتم حتدرسوه في الجامعه، يعني في فتره مفصليه جدا ومهمه جدا. يلا شعور بيكون صعب صعب شديد، احساس انه انت ماشي في المستقبل لو عملت اي حاجه غلط انت ما خلاص حترجع ثاني كذا. فيعني والله بدعم المدرسه ما حاسين بشعور ذا نهائي، ودائما بيكون معانا يعني مهيئيننا نفسيا قبل اكاديميا يعني. جميل. طيب يعني امي انت يعني خشيتي احياء، رغبتك انك تدرسي شنو في الجامعه؟ طب اسنان ان شاء الله. طب اسنان. انا عايز اخش مجال الجراحه ان شاء الله. يعني حتبدي بالطب يعني مجال الطب ان شاء الله. طيب يعني قاعد يكلموكم مثلا عن التخصصات اللي انتم حابين تخشوها دي؟ ايوه في المدرسه دائما بيحكوا لنا انه اي زول يعني لما نيجي نتكلم عن اي زول خشي الماده دي ليه بيكون عشان مثلا بيقولوا انتوا بتقروا طب لازم تنجحوا عشان بعدين يعني ما تحصل اخطاء او تقتلوا الناس وتدخلوا في الذنوب او يحصل كده. فبدون دافع حقيقي انه احنا بنقرا الماده دي، احساس بالمسؤوليه كده، احساس بالمسؤوليه اللي قدام. طيب جميل جدا. يعني في دائما يمكن تكون اكثر حاجه بتكون مشكله بالنسبه لنا في انه احنا نمشي المدرسه هو المزاج بتاع الصباح، انه انت احيانا كثير جدا بيكون الصباح ما عندك رغبه في انه انت تمشي المدرسه او بيكون عندك احساس انه مجبور كده. هل دائما كده انت مثلا بتكونوا ماشي مدرسه الواصل كده بيكون عندكم احساس انه انتوا حابين تمشوا المدرسه؟ انت قبل بالذات يا امنه قلتي انه في احساس بتاع احنا حابين ندرس احنا مش مجبورين على الدراسه. يلا قبل الواصل كنت يعني صباح في مدرسة يا الله، مدرسة وحصة كيمياء يا الله حيدونا كيمياء، بتكون ما حاب الموضوع. بس في الواصل الأساتذة بيحببوك في مادتهم قبل ما يدرسوك ليها. يعني انت كيمياء حصة كيمياء حلو، طيب حصة كيمياء بتكون حاب بالحصة، بتكون يعني ما في مادة واحدة في كل المواد، فانت حاب بكل المواد. يعني انت لما تحب حاجة بتقدر تمشي البيت تقراها بكل أريحية، بتكون مستمتع ان انت بتتقدم في الحاجة دي كده. فنفس الشيء بيحصل في المواد. في اساتذه كده بكون عندهم اسلوب خاص كده بتاعه كده بيحبب الزول اكثر في بيكون بشكل ممتع كده. أيوة. وغير كده انه اي زول حتى لما يجي خاش المدرسه بطاقه سلبيه او هو ما نفسه يمشي او بيجي غصبا عنه تلقى المشرفين دائما واقفين بيسندوه بيدعموه. عشان ليه؟ عشان هو يحب المدرسه، عشان ما اليوم كله حيكون متنشل، لا حيرفض الماده وحيرفض الاستاذ وحيرفض القرايه وحيرفض كل حاجه خلال اليوم ده. فلا، فالمشرفين بيساعدوا الزول قدر الامكان انه يطلع من الطاقه السلبيه اللي هو فيها دي. فبعد ما بيساعدوه بتفقدوه انت مالك الحاصل عليك شنو او كذا، وبتونسوا معاه وبنسوه الطاقه السلبيه وبيقعدوه في الحصه. حتى لو ما فهمت من الحصه ممكن تنزل عادي الواحد من المشرفين تقول له انا ما فهمت، حيجيب لك الاستاذ من الاول ويقعد ويشرح لك، وبعد ده وبتطلع مبسوط زي ما انت جبت بطاقه سلبيه وطلعت مبسوط. طيب يا ما ابو مني رايكم شو احنا نكون متحيزين شويه كده، انت اكثر ماده بتحبيها واكثر استاذه واستاذه انت بتحبي حصه؟ اكثر ماده بحب الكيمياء.
كيمياء اللي هي بدرسنا لها استاذ اسمه عمر النيل. واستاذنا ده استاذ داعم شديد حرفيا، يعني مو ممكن اقول انه هو بجد، احنا شويه شقايه كطلاب علمي، لكن هو بجد مستحملنا شديد كتر خير، وما بقصر معنا دائما كل لحظه وقت من وقت فراغه قاعد يجي يكرس علينا احنا. لانه هو خاطي انه احنا لازم نتقدم، فعشان كده احنا بنقدم له كامل الشكر. حابين الكيمياء بسببه يعني، بالطريقه اللي بيدرسكم بها الكيمياء كده. انت قبل ذكرتيها يا امنيه، معناها انت برضه بتحبي الكيمياء في الفتره دي. طيب كويس. نحن طيب تاني من المواد شنو كده مثلا كده، عشان ما نكون يعني خلاص حددنا استاذ واحد كده ده هو اللي في الماده. كل المواد ايوه هو كل المواد، لكن كده ككل الفيزياء والكيمياء والرياضيات. رياضيات بدرسنا لا استاذ عزيز جدع، استاذنا الكبير ما شاء الله عليه. بتحبوا المواد العلميه شديد انت في شديد كيمياء فيزياء رياضيات؟ أيوة. المواد العلميه دي ايوه، لانه الاساتذه هي صعبه، ما بنقول ما صعبه ويعني دايره ضغطه وكذا، لكن يعني الاساتذه بيدوك المعلومه حتى لو صعبه بطريقه حلوه يعني. فانت بتكون عادي يعني. احنا يلا في بدايه الكورس كنا فاكرين انها هي كمواد علميه حتكون صعبه، شغل رياضي وحفظ وتطبيق وشنو كلام كتير. فلا الاساتذه سهلوها علينا شديد، فبقينا بنشوفها بسيطه وحبوبونا فيها. احنا بقينا دائما حبنا فيزياء كيمياء احياء رياضيات، بقينا كده دائما بنحب المواد العلميه. طيب في يعني احنا قبل اتكلمنا عن الانشطه اللي بتحصل جوه المدرسه كده، في شكل بتاع انشطه مثلا في رياضه في فنون في يعني حاجات كده هي ممكن تكون بتكسر الروتين بتاع الأكاديميات؟ أيوة، بدونا حصص بتاعت ثقافة، ده كان أستدعى حاليا في المدرسة، يعني حصص بتاعت ثقافة. نغني، اللي داير يقدم أي حاجة يقدمها. كان فترة الكورة، الكورس الصيفي كان عاملين لنا كورال وكده يعني. ورحل ده في الكورس الصيفي يعني، هسه خلاص كده قبل ما السنه تسخن والامور تبقى، بس الموضوع بقى جادي. لكن برضه يا هو لما خلاص نضغط بيقوموا بدونا بريك وخلونا كده. ايوه ثقافه، نفتح مواد زي بنتكلم عن الحاجات اللي بتضايقنا. أيوة. وبيجوا المشرفين بيتكلموا معانا، ياخذوا معانا وقت كده. جميل. طيب يعني احيانا بيكون مثلا ممكن على حسب يعني اي مدرسه بتختلف من الثانيه يا ما مثلا ممكن تكون في مدرسه بتنتهي من المقرر قبل شهرين من الامتحانات، في مدرسه بتنتهي قبل 3 شهور، في مدرسه يعني دائما في اي مدرسه بتختلف من الثانيه. انتم حاسين انه مثلا انتم ماشيين بريتم سريع، انه حيكون عندكم مساحه كويسه قبل ما تيجي الامتحانات كده تكونوا خلصتوا المقررات وبعد تبدوا شكل بتاع مراجعات، او يعني كيف المقررات ماشيه؟ واحنا ماشيين كويس يعني، ما سرعه شديد ولا بالراحه شديد، ماشيين في مستوى كويس جدا، بحيث انه لو انتهينا حيكون انه في فرصه نراجع يعني، وحتى لو ما انتهينا حنكون واثقين من القرينه وفي الاول حنكون مثبتين انه تماما. لانه احنا عندنا نظام الحصص انه بتقرا الحصه في اليوم بتتعاد مرتين، فانت بتكون مركز الحصه تماما، فحتى لو ما انتهينا من المقرر انا متاكد لحد اخر السنه احنا حنكون كويسين في كل المواد لحد ما تجي الامتحانات، ومتاكده انه في فرصه نعيد. جميل. والمقرر قرر يخلص ان شاء الله. ان شاء الله. امنيه بتوافقيها؟ نفس الشيء، يعني احنا في الواصل ما بنزعل اكثر شيء انه احنا نكمل المقرر، لا احنا دارين نكمل المقرر بفهم، يعني هم بدون الدرس ثاني يوم بيجوا يدونا فيه امتحان على اساس شنو انت الحاجه اللي قريتها ولا الدوك لها تكون مظبطه تماما منتهي منها، لو ادوك امتحان الشهاده تحله، يعني لو اسد دوك الامتحان انت حتقدر تحل فيها، فذا اكثر شيء يعني ما سعيل لانه احنا نكمل المقرر ولا ننتهي قبل المدارس ولا كذا، لا احنا دارين ننتهي بفهم نكون كذا متمكنين انه ماشيين بخطوات ثابته. أيوة خطوات ثابته متزنين. طيب الامتحانات شكلها كيف بتكون؟ شهريه مثلا او فجأة مثلا الأستاذ بيقول لكم والله بكرة احنا عندنا امتحان مثلا؟ أو دورية يعني في الواصل نتوقع تجي من الصباح تلقى امتحان كذا، امتحانات دورية، فبتكون مستعد في أي وقت أنت لازم تكون مستعد. بس الفهم إنه بتثبت الدرس بتاع امبارح بتكون مثبته عشان عارف إنك حتيجي الليلة تمتحن في نفس المادة اللي أنت امبارح قريتها. جميل. طيب يعني الإحساس بتاع المستوى الثالث ده، المدرسة بتلعب دور كبير جدا في الحاجة دي، في إنها هي إنه أي طالب هو عنده رغبة معينة كذا، فبيكون دور المدرسة في إنها هي توصلك للرغبة دي، وجزء كبير برضو بالتأكيد يعني بيكون مجهود الطالب كذا. إحساس المدرسة العام كذا بإنه والله يعني مثلا الناس علمي في جزء مثلا في الدائرة يقرأ طب في الدائرة، يعني بتتعامل مع أي طالب بصورة منفردة في 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 في, في رغباتهم اللي هم دارين يدرسوها في الجامعات. ايوه هو فعلا المدرسه بتعمل كده، يعني حتى لو زول داخل مجال ما مجاله وهو يعني ما قادر عليه،
فالمدرسة بتدعمه عشان هو يواصل في المجال اللي هو عايزه، وبتحفزه لقدام إنه هو حيقدر يواصل في المجال ده وحيوصل لقدام. تديه خبرة عن المجال ده من أول من المدرسة وفكرة عنه، لأنه أنت لقدام حيكون عندك مسؤولية إنه تتحمل مسؤوليتك اللي أنت اخترتها عشان لقدام تدخل المجال ده في الجامعة. جميل. برضو يعني مش مرات بيكون المدرسة برضو بتنصحك إنه مثلا المجال ده ما مناسب بالنسبة لك، يعني أحيانا بتحصل بيكون في يعني في 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 مثلا بعض الطالبات في المدرسة مثلا نصحتهم إنه والله المجال ده ما مناسب بالنسبة لكم، حاولوا مثلا خشوا المجال الثاني ده، بس في الاختيار يعني. يعني في ناس كتار يبغوا إنه يعني المدرسة بتدرسنا، يعني هي لها فترة فبتشوف مقدرات كل طالب، بتشوف مستوى كل طالب، فبتشوف بتفهم يعني أسلوبك أنت شنو. يلا لو لقوا المجال ما مجالنا بنصحوا كم ناس إنه لا دي ما حتتكم، ده ما مكانكم المفروض تكونوا فيه، أنت مثلا غير طب أسنان لا ما يعني كده. ناس كتار غيروا يعني. طيب ما في رسالة أنت حابة ترسلها لإدارة مدرسة الواصل؟ أنا بحب أقول لإدارة لكل الأسرة مش يعني كل أسرة مدرسة الواصل. نعم، بحب أقول لكل أسرة مدرسة الواصل إنه أنا ممتنة شديد بالدعم اللي بتقدموه لنا، وشاكرة لكل مجهوداتكم اللي بتقدموها لنا من الكورس الصيفي من الأول، من أول نقطة البداية ولحد اليوم، وأنا أوعدكم إنه حتكونوا فخورين بينا إن شاء الله. إن شاء الله. أمنية بشكر شديد كل أسرة مدرسة الواصل. لو حقول لهم شكرا لبكرة بجد ما حقدر أوفي بجد، لأنه بس بشكرهم، بشكر أستاذ عارف شديد مديرنا وأستاذنا الجليل وكل الإستاف، كل المشرفين، كل الأسرة بجد بشكرهم بشكر كبير يعني. وكمان الأسرة في البيت برضو كده كمان بتعبوا معكم تعب شديد في السنة الثالثة. نعم مشكور يعني شديد انه انتم الليله قاعدين معانا في الاستوديو، شرفتونا ونورتونا، وكل التوفيق ان شاء الله يوم من الايام نستضيفكم في استوديو الصباحات السودانيه وانتم في تخصصاتكم اذا كان في الطب واذا كان في طب الاسنان. شكرا لكم كثير وموفقين يا رب كده. شكرا. ان شاء الله نسمعكم في المئه الاوائل كمان. امين ان شاء الله.